يعني خلال هذا التوقيت بالذات أن يتم الحديث عن ملفات تخص الحج الشعبي، مثلا ملف المبسوخة عقودهم، ملفات أخرى راح نناقشها أنا وياك وأيضا الأستاذ أحمد في الوقت المتبقي. لكن نبدي من ملف المبسوخة عقودهم، ما تعتقد أنه هذه دعاية انتخابية من قبل الأطراف اللي تنادي بهذا الملف بهذا التوقيت بالذات؟ والله أنا أكون صريح معك، وأنا هذا الملف قريب من الأخوة اللجنة التنسيقية و على طول الوقت، يعني أعتقد أن لا أعتقد أن هناك من حاول أن يستغل هذا الموضوع واستثماره كانتخابيا. نعم هناك خشية من أن يكون هو يعني طعن ببعض المكونات التي تلام أنها قصرت أو أنها لم تسعى بكل طاقتها من أجل إرجاع هؤلاء، والموضوع إنساني على مستوى القيادات. أنا أسمعها كثيرا وأنا لست أجمل هنا، أتحدث بصدق كامل، يتحدثون عن هذا الملف بطريقة إنسانية كاملة. وإذا دققت في موضوع المفسوخ عقودهم ستجد أن الذي يتهم بأنه استغل هذا الملف ليس هو من حرك الملف، من كان يعني معطل لهذا الملف من مناقلة الأموال وغيرها منو؟ هو الذي جاء وأطلق وقبل بهذه منو؟ المناقلة منو المالية لسد شيخ كاظم، منو تقصد؟ يعني وزارة المالية وزارة المالية واضح وزارة المالية وزارة هي المالية. عرقلت ولم توافق، ثم استحصلت موافقات متعددة، ثم بعد ذلك قبلت و يعني وجدت صيغة علاجية إدارية مالية لهذا الموضوع، وبالتالي أصلا حتى التوقيت يمكن أضر مثلا على سبيل المثال الفتح، والفتح هو الذي يلام على يعني المفسوخ عقودهم، وهذا الملامة هي التي تحدد أن المفسوخ عقودهم مرجعهم السياسي والإداري. طيب. الذي يجب أن يسعى عليهم هو الفتح، فبالتالي طيب. رئيس الوزراء اسمح لي تأخر كثيرا هذا الموضوع.